طب نعمل المندي بقى ونتكلم على المندي. عندي فرخه، بصل مقطع صغير، عود قرفه، حبهان، سمنه، بهارات مندي، وشويه رز، رز بلدي عادي خالص. هناخد معلقه سمنه. بص، جيب بصل كميه كبيره كده، مش كبيره قوي، معقوله يعني، وعليها شويه ملح، واقلب البصله كده. بص بقى انا حطيت ايه كده، ابدا بقى احط الفراخ، استنى عليها شويه كده، شويه فلفل اسود كده، ونقلب بقى في الفرخه دي شويه. احط الميه اللي هضيفها لها، ميه مغليه او سخنه يعني، عايز اسخنها ما تبقاش ساقعه. بصوا انا يا دوبك حطيت ميه على الفرخه بالشكل ده، ومستنياكوا علشان احط معاكوا شويه البهارات، معلقه صغيره من بهارات الكبس المندي، واحط عود قرفه كده، واحط ايه 2 حبهان، واكمل سلق الفرخه. نطلع الفراخ، هي كده استوت. كده. وننزل الرز مكانها. الكمية المناسبة للشوربة. تمام كده، دي بقى ايه رشة بس ملح وفلفل عليها كده. زي التوكيد للايه؟ للملوحة بتاعتها. فلفل اسود. وادخلها الفرن تتحمر بس. هتتحمر هي والرز هيستوي. هدخلها تاني مع الرز واعمل الفحمه جوه الحله، وبعد كده اغرب بقى، تلاقي كله بقى ريحته ايه؟ ان شاء الله يعني اقرب حاجه للمندي. بص، هو الرز كده استوى خلاص. ماشي، هجيب بقى ايه؟ قطع الفراخ وانزلها هنا كده. دي اتحمرت. انا ما حطيتلهاش اي حاجه غير ملح وفلفل بس. ماشي، هجيب هنا بقى كده ورقة ألمونيوم كده، وأحط فيها فحمة، ولعها بولاعة كده. طبعا ده الفحم السريع، انت لو عندك الفحم يحط على النار ده طبعا يبقى حاجة كويسة جدا. حطها كده، شوية زيت عليها، وغطي على طول عشان الدخان يبقى فيها كلها.